الكاتب والروائي الكويتي طالب الرفاعي ما بين 1978 إن شاء الله خير، القصة القصيرة التي نشرت لك في جريدة الوطن، وخطف حبيب 2021. زمن طويل، عقود عقود. خلينا نختزل إذا نقدر نمر بشكل سريع على هاي العقود الخمسة حوالي، لنعرف المشاهد والمستمع على ما أنجزت خلال هاي الفترة. طبعا مثل ما تفضلت، رحلة طويلة والأحيان متشعبة، أيضا متشعبة في تجربة الحياة، ومتشعبة أيضا في الحدث الإنساني على المستوى الشخصي وعلى مستوى دولة الكويت. يعني أنا فتحت عيني ب58، وإذا كان عندي شيء أفرح فيه إن ب58 صدور العربي التي تشكل علامة بارزة في الثقافة العربية كاملة، مجلة العربي طبعا التي صدر عددها الأول في 1958. وهذا يقول لك إن طالب الرفاعي ولد، لاحظ، أول شحنة بترول صدرت من الكويت في 30/6/46. فأنا فتحت عيني على الكويت الجميلة الجديدة المندفعة الحديثة التي تريد أن تترك بصمة كبيرة على خارطة الحدث الإنساني الواقعي الثقافي السياسي بكل معنى الكلمة. أنا تربيت في حي عربي الكويتي، إلى جانب مصري، إلى جانب فلسطيني، إلى جانب العراقي، إلى جانب السوري، إلى جانب الهندي، إلى جانب الباكستاني، إلى جانب حي في كل البشر. وأنا سعيد بهذه التجربة، لأن منذ طفولتي انتميت إلى الإنسان، انتميت إلى البشر، انتميت إلى المعاناة. لم أكن مرفها في فترة ما. أنا رجل أنتمي إلى أسرة صغيرة، والدي إمام مسجد، وأمي امرأة بسيطة لا تقرأ ولا تكتب، ولكن تجيد فن الحياة كيف تحتضن أولادها. أنا أمي هي المدرسة الأهم، هي التي علمتني شلون أحب، شلون أصبر، شلون أعتني بالأصدقاء، شلون أتمنى الخير للجميع. هذه المرأة موضي الفهد الله يرحمه ويقمد روحها، لأن هي كانت، يعني إلى جانب والدي سيد محمود الرفاعي، كانوا عائلة صغيرة، أنا الأبن الأكبر لهم، ولهذا أنا تحولت أبا وأنا عمري 7 سنين تقريبا، أدرت الشؤون. لذا أنا تربيت في حي شعبي بسيط، انتقلت إلى مدرسة في الابتدائي والمتوسط كل أصدقائي من كل الجنسيات، انتقلت إلى الثانوية بنفس الشيء، وصلت الجامعة، احنا ثاني دفعة مهندسين في جامعة الكويت، أسست يعني 76 الكلية الهندسة والبترول، احنا ثاني دفعة كنا. طبعا في حينه كان مدرسين عرب وأجانب وكل أصدقائنا، يعني أنا قاعد أتكلم كيف تشكلت لوحة حياة طالب الرفاعي بهذه الألوان. وتخرجت أنا في نهاية 81 بداية 80، وذهبت إلى الموقع، موقع عمل في الصحراء أو في أي مكان درجة الحرارة المباشرة تصل إلى 80 بأشعة الشمس، وهي في الظل 56 أو 54، أوضاع قاسية. طبعا ليس هناك عامل كويتي أو نجار كويتي أو حداد كويتي أو فورمج كويتي أو صباغ كويتي أو كهربائي كويتي أو معلم بلاط كويتي أو سائق تاور كلين كويتي أو سائق خلاطة، ما كان أكو فيها. لذا وجودي في الموقع كرس عندي اقترابي من الإنسان العربي والأجنبي. ذهبت إلى الكتابة من خلال القراءة. أول قراءة، أول رواية قرأتها في حياتي، وكانت رواية الأم. الأم. أنت قرأت رواية الأم لماكسيم غورتي. ماكسيم غورتي. كأول ترجمة سامي الدروبي. سامي الدروبي الله يرحمه. وأنت وصفت هذه الرواية وكأنها كانت نافذة كبيرة فتحت عليك العالم. والآن وأنت تتحدث عن العائلة، تحدثت عن الوالد، تحدثت عن العائلة، عن أفراد العائلة، لكن ككلنا خصصت فصلاً خاصاً للأم اللي هي بكل الأحوال هي عماد الأسرة، هي عماد العائلة، هي عماد التنشئة. أنا ما أريد أقول تربية، التنشئة للعائلة وللأبناء. هذا التزامن ما بين القراءة الأولى وما بين النموذج الأول، نموذج الحياتي الأول في حياتك.
شوف أنا علاقتي بأمي تكونت بحكم أن أمي أصغر من أبوي عمراً، ولأن أبي كان الله يرحمه قاسياً في تعامله مع أمي، أنا لا إرادياً انتحيت إلى جانب والدتي المظلومة. أنت تذهب أن تكون يعني إلى جانب المظلوم، بمعنى ما، بمعنى هي امرأة هو رجل وضع مختلف، والعلاقة بينهم كانت بسبب من قسوته أخذتني إلى جانب أمي لا إرادياً بلا وعياً، وأنا صغير عمري 5 سنين و6 سنين و7 سنين. مع السنوات اقتربت أكثر لها، لأني اكتشفت أنها مش قضية الصدر حنون، هي عندها القدرة على رؤية ما لا يرى. يعني هي مثلاً تقول لك يا وليدي سوي الخير ما يضيع، يا وليدي من صبر نال، يا وليدي اليوم غير باكر. يعني هذه القدرة على قراءة الواقع واختزاله بشكل عفوي جداً. ثم هي كانت امرأة تعمل بالخير بشكل عجيب. يعني أنا لا أنسى مثلاً كل يوم يتمثل أمامي، هي كانت تقول لي يا وليدي اللهم ارزق الناس وارزقنا من وراهم، هي تقدم الآخر على نفسها. هذه الأشياء في وعي في مرحلة مبكرة، الإنسان عقله كالإسفنجة، طفولتك مرحلة تكونك تتشرب بهذه الأطروحات الإنسانية البحتة دون أن يكون هناك فرز. يعني أمي لم تكن متعلمة، لم تكن يسارية، لم تكن تعمل في مجال المرأة وقضايا المرأة، هي إنسان بسيطة جدا مثلها مثل أمهات كثيرات أزعم. لذا أنا تشربت بهذا بدون وعي. الانتقالة جاءت مع رواية الأم بالصدفة مصادفة، وهي من يعني بلطف من مرحوم إسماعيل فهد إسماعيل، هو من قدم لي هذه الرواية للقراءة. الأم اللي هو خالك اللي هو خالي، الأم قالت بشكل أو بآخر أن هناك عالم آخر يسير إلى جانب عالم الحياة، هناك حياة أخرى تسير إلى جانب الحياة اللي احنا نعيشها، هناك واقع آخر لم أكن أدرك أنه واقع فني البشر يسوونه، ولكن هذا الواقع كان قادر على أن يعمل ما يؤثر في الواقع الحياتي. بمعنى أنا عايش بين امرأة أو رجل، أنا ليس في رأسي صورة لوالدي يحتضن والدتي يقبلها، أجد شيء مختلف في رواية الأم. أنا عايش على البحر، قريب من البحر، بيتنا في منطقة اسمها شرق يم على ساحل البحر في الكويت، لأكتشف هناك شيء اسمه نهر، ونهر مجمد. أنا أمي شعرها أسود واختي شعرها أسود وخالتي شعرها أسود، لأكتشف في رواية الأم أن أكو بنية شعرها أشقر، وأكو شيء اسمه قبلة، وأكو شيء اسمهم عمال، وأكو ثورة للعمال، وأكو قائد. فالحقيقة رواية الأم لفتت انتباهي لقدرة الأدب على أن يأخذك إلى بشر وحيوات ومصائر ومقولات مختلفة عما أنت تعيشه. أنا كنت ولد صغير عمري لما قرأت الرواية يمكن 10 سنين، يعني بالكثير 12 سنة ثاني متوسط، ولد حياتي بين المدرسة نرجع نلعب كرة قدم ونروح نصيد طيور وبعدين نسبح في البحر، هذا محيطك. هذه القراءة قالت لي أن محيطك بالإمكان أن يكون متسع باتساع العالم عبر القراءة. ولهذا أنا أعلم الآن طلابي، أقول لهم القراءة هي معلم الكتابة، قلم الكتابة، القراءة قلم الكتابة. إذا أردت أن تكون كاتبا عليك أن تكون قارئا، وأنت حضرتك أحد الناس المشتغلين بالأدب والصحافة والإعلام، وتدرك تماما أن ما يجمع كل عظماء الأدباء في الدنيا أنهم قراء جيدين. فهذا أول مرة على فكرة تحصل هذا، يعني حضرتك الآن أنت تنبهني بين أن أنا متعلق بشخصية أمي وبين أن أنا قرأت أول رواية الأم، لم يكن في الحسبان هذا. كان ممكن أنا أقرأ يعني أي عمل لدستيفسكي، لأن أنا بدأت قراءتي، أنا ما كان في بيتنا مكتبة، مجموعة أصدقاء كانوا يؤمنون بالإنسان، بقضايا المرأة، بقضايا الحرية، بقضايا العدالة، بقضايا المساواة، بقضايا الطفولة، بقضايا المواطنة، يعني توقعوا شيئا ما عند هذا الولد الطالب الرفاعي الشاب الصغير.
هم احتضنوني، لأن لهذا لم أتخبط في قراءاتي، ما في بيتنا مكتبة أصلاً. فتحت لي مكتبة كامة وأخذ بيدي رجل كريم الله يرحمه توفى، هو كان يقودني في قراءة. أنا قرأت الأدب الروسي كاملاً، ثم انتقلت إلى الأدب الأوروبي، ثم انتقلت إلى الأدب الأمريكي، لأن أنزل إلى الجنوب وأقرأ الأدب العربي. لذا قراءاتي وكلهم أنا منذ الكتاب الأول عندي كتاب قراءاتي هو الرجل هذا سواء الله يرحمه. خلينا نذكر اسمه. اسمه عبد المحسن البراك، أبو براك، شخص يعني الله يرحمه، هو اللي قال لي هذا قراءات. وسألني سؤال عجيب، قال لي شنو اسمك، شنو تحب يكون اسمك؟ قلت له شنو يعني أحب أكون اسمي؟ قال لي أنت اسمك طالب محمود عيسى محمد الرفاعي، تبي طالب محمود؟ تحب يكون اسمك طالب محمود ولا طالب عيسى ولا طالب محمد بوجود إسماعيل؟ فقال إسماعيل هذا سيد، سمي طالب الرفاعي. قال لي خالك إسماعيل فهد، البعض يقول إسماعيل الفهد، البعض يسمي إسماعيل فهد إسماعيل، البعض يسمي إسماعيل فهد، فلا تصير هذه اللخبطة معك. فهو اختار لي أن أكون طالب الرفاعي وليس طالب محمود أو طالب عيسى، اسم جدي يعني. وقال لي هذا اسمك قراءات طالب الرفاعي. ثم قلبنا الصفحة، قال لي رقم 1 الأم، نوع الكتاب الرواية، المؤلف مكسيم غوركي، المترجم سامي الدروبي، الناشر دار التقدم في موسكو. هذا كله كان جديد علي، لا أنا لم أكن أميز أن هذا رواية وهذه قصة وهذا شعر وهذا مسرح وهذا فلسفة، ما كان عندي هالتصور، طفل يعني. ولم يكن للكتاب يعني بيتنا كتاب القرآن وشوية كتب دينية أبوي يقراهم الله يرحمه. فكانت الانتقالة كبيرة مع الأم، لأن هناك من أراد لهذه الانتقالة أن تكون مدروسة. فأنت تقرأ تطلع من ماكسيم غوركي إلى جوجل إلى بوشكين إلى تشيخوف إلى ليرمنتوف إلى تولستوي، عالم عجيب. وأنا كنت أقرأ باليوم 10 ساعات إلى 14 ساعة بالإجازة. وقراءة هناك شخص يعني قلت لك عبد المحسن البراك الله يرحمه، شخص كان قارئ، كان عقلية كبيرة ومدرك وعنده موقف سياسي بشكل أو بآخر. لذا هذه القراءات كانت تعمد بشروح، تعمد بإيضاحات، تعمد بما الآن أنا أدرس الأولاد بالجامعة، أقول لهم أكو شغلة اسمها فيجن رؤية، وأكو شغلة اسمها رسالة. كيف للروائي للقصاص للشاعر للمسرحي أن يضمن عمله رسالة غير مرئية، وإلا تحول الأدب إلى منشور سياسي. أنت لازم، أنت كأديب، أنا ما أفصح عن قناعاتي، أبطالي يتحركون وأنا ضمنيا أحمل هؤلاء الأبطال شيء من مواقفي تجاه الإنسان تجاه الحياة تجاه الوطن. أنا كنت محظوظ، لم أكتب أيديولوجيا ولم أكتب منشور سياسي. منذ البدء كانت الأيديولوجية بالأساس عندي هو الإنسان وقضايا الإنسان، ولذا أنا أجد نفسي ملتزما منذ اليوم الأول، منذ قصة إن شاء الله إن شاء الله سليمة حتى اللحظة، أنا ملتزم بأن أكتب عن الإنسان، أنا ملتزم بأن أكتب عن قضايا الإنسان، وأنا ملتزم أن أكتب قصة قصيرة تحمل شروطها الفنية وأكتب رواية تحمل شروطها الفنية. إذن الالتزام اختلف من التزام أيديولوجي، التزام سياسي، التزام حزبي للبعض. أنا ما كنت عندي هالأمور يعني، ما لم أكتب باسم حزب يعني بشكل أو بآخر. أحمل أنا أيديولوجي، أحمل فكر بالتأكيد، وأدافع عنه عبر أعمالي، ولكن دون أن يكون منشور سياسي، دون أن يكون تصريحا. وهذا أجمل ما فيه. يعني أنت الآن حينما تقرأ دوستويفسكي لا تقرأ بوصف يساري، هو كان زمان قبل كل هالتقسيمات البائسة التي جاءت ليتر أون بعدين، ولكن تقرأ دوستويفسكي الذي استطاع بحرفية عالية وموهبة عظيمة أن يدخل داخل النفس الإنسانية لكي يقول لنا كيف يفكر راسكولينيكوف بعد أن قتل العجوز. حينما تقرأ أنت أوليسيز، وهي واحدة يشار لها من أعظم ما كتب جيمس جويس، وضع كاميرا عظيمة في رأس البطل
وكيف يرى الدنيا من خلالها. حينما تقرأ أنت قلت لك صاحب العنف، ترى كيف ويليام فوكنر استطاع بذكاء منقطع النظير أن يضع سماعة برأس الرجل تلتقط كل ما يقوله وتنقله للكتاب. إذن أنت ملتزم بأن تقدم فناً متطوراً وتجارب ومغامرات، يعني أن ما تظلك كلاسيك إلى الأبد، تكتب رواية واحدة ولا تكتب قضية واحدة ولا تكتب نموذج بشرياً إنسانياً واحداً. إذن أنا ملتزم في أن أقدم شيئاً ما للإنسان، قضايا الإنسان، ملتزم. الحب حب، والسرقة سرقة، والإنصاف والوطن والخيانة والقتل والجنس والمرأة، وهذه ما تتغير عبر الزمن. أنت تلتزم بقضايا إنسانية وأقدمها عبر نماذج بشرية، وملتزم أن أقدم فناً ينسجم مع أساسيات الفن الروائي. الرواية جنس عظيم، ليس هناك طريقة لكتابة الرواية، ليس هناك كاذب من يقول لك هكذا تكتب رواية، كل رواية تكتب نفسها بشكل معين، ولكن كل رواية بالضرورة فيها زمان وفيها مكان وفيها حدث وفيها شخصية وفيها رؤية تجاه العالم ورؤية تجاه الإنسان، وفيها مسج موجودة داخل، رسالة موجودة داخل هالعمل. إذن أنا الآن ملتزم أن أكتب بقضايا الإنسان، وأنا هذه كما يقال لزوميات ما لا يلزم، أنا ألزم نفسي بأن أكتب عن قضايا الإنسان وأكتب ما ينسجم مع الضرورات الفنية للقصة أو الرواية.